الإمام مالك، جلد حتى انفكت يعني يداه وأرسل يده، حتى كثير من الناس يظنون أن مذهب مالك وانت واقف في الصلاة مش أنك أنت تحط اليمنى على اليسرى وتقبض القبض، لا، يظنون أن مذهب مالك هو أنك إيه أن تترك يديك تقف انتباه يعني، لا، هذا ليس مذهب مالك، لكن مذهب مالك القبض كسائر العلماء، وهو الذي رواه في موطئه وعمل به، لكن كما ذكروا يعني انخلعت كتفاه فأرسل يديه لعجزه عن القبض، فظن بعض الناس أن هذا من اختيار مالك وظنه حقا، لكن الصحيح في هذا والذي جاءت به الأحاديث هو القبض وليس الإرسال.